dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا أيها الطلاب مرة ثانية وثالثة. وحنسوقنا الدرس الأول الأسماء، مفهوم الأسماء الخمسة، مفهوم الأسماء الخمسة. حنسوقنا الأسماء الخمسة وأبو مقعان تاشنتا أب أخ فو حمدو. ثانيا إعراب أسماء الخمسة، يعرب يرفع بالواو وينسب بالألف ويجر بالياء. ثالثا بعض شروط أسماء الخمسة، وشروط الأسماء الخمسة قلنا تنقسم إلى نوعين أو إلى نوعين. أولا شروط العامة، ومن شروط العامة أولا أن تكون مفردة كما ذكرنا سابقا، ثانيا أن تكون مضافة، ثالثا أن تكون إضافتها إلى غير ياء متكلمة كما ذكرنا الحصة الأولى. هذه أي نقطة مركا ياء المتكلم كي وحين نقول إسم معرب تصالها أخي، أخي يحب الرياضة، أخي أرد يا عبراء ما شخصي وعبراء أخي ولالكي يا ذنويا ومتكلم. معنى ذلك ما كان مها اسم من الأسماء الخمسة. سن عرابنا أخي هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة أخي، وكساد رادي أخي بهذه النقطة ما أسماء الخمسة. محل غربا أخوك، أخو سعيد ساسك الله تبارك وتعالى. انتهى وخلاصة في درس السابق. ومن الشروط الخاصة، شروط قاركود وحاجرتها خاصة مقعانت قاركود خاصة، خاصة مقع علينا هذا ذو يفو. ذو أي نصان شيخنا بمعنى صاحب نيتان، فونا وفمك أم أفك سدا ايوكل ليهين ذو محل وشرد يمك لبدا مقع بس سان هور او سو شيغني وي وباهين اني نقدان مفردا وي وباهين اني نقدان مضافا وي وباهين اني نقدان مضافا الى غير اي متكلم، لكن انت نو انك لو ايغا وزياده ذو هذا محل او باهيه. ذو ان تكون ذو بمعنى صاحب، بمعنى صاحب وين نقطه مركه جمله اي كجرت نحو جاء ذو مال، جاء ذو مال يعني صاحب مال. مركوا شردي ذو ان الشرد وهشا بمعنى صاحب، وانا سؤال اساسيه هذا الشرد قال مركوا شردي اوغارا ذو. ثانيا شروط فو، مضع فو وافكا اسم حال لو شرديا انت سؤل الميم ميم تلقى إلى علم معناه إن النقطة فوم أو ميم كلا إلى علم مكان فوم بمعنى وين يخلو فوكا يعني معناه ميم توأينات كإلى علم أو فم هذه النقطة لا أسماء الخمسة ما فم هذه النقطة أو ميم بأيلته ما لكن وإلا يقول أن تزول يعني أن تبتعد وإن لقفوا يا الميم من آخرها وإن لقفوا يا وإها تفو بلا ميم بين النقطة تصالها يخلو فوكا يخلو وأنو كمرنا هذا فوكا أفكاغو يخلو كمرية فوكا أفكاغو من الأسنان الصناعية. يخلو وفعل مضارع، فوكا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. فو مضاف والكاف مضاف إليه. أنت وحين كسوق بقينا حلينا هذا الشروط الأسماء الخمسة. شروط أنا لا بينه قيمنا شروط العامة ودماشة ما عبء بهيه. أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة إلى غير أي متكلم. صدح ذا شردي وصدح شردي وأساسية. أين أباهنا شروط كل ويجران لكن وحن كأكان نمر والبا مقرر كنا أينا مر نبا أينا كبحي. ثانيا شروط أقار لبا مقع
ذو يفو ذو وحلو بهي مر والبو مرك الله غير إن العرابة لقوا عرابة لقوا جد بالواوي ويسب بالالف ويجر بالياء وإن ذو نقطة بمعنى صاحب معنى هيجا فونا وإن ميم تلقى فوقيا أنت أمرك الله هرو مقعات أي واحد نقول مقعات الشنطة أحيد أين كده حيصير إن سك جوري الله وضع عرابة لقوا جد بالواو لقوا كل ربع ألف لقوا هاس لبوا مرك ياء إعراب الأسماء الخمس سيب الله إعراب دون الأسماء الخمس الأسماء الخمس ترفع بالواو الأسماء الخمسة ترفع وسأل كوغي إما كرت اختباراتك سمعلومك لو أراك را ترفع الأسماء الخمسة بالألف وغلط بالياء وغلط ترفع بالواو كما هو واضح وتنصب بالألف وتنصب بالألف الأسماء الخمسة تنصب بالألف وتجر بالياء هكذا واحد قرر كرتها الأسماء الخمسة واحد العرابة إعراب فرعية ما هي إعراب أصلية إعراب أصلي هو ما هي شيء هو إن لقدر بالضمة ظاهرة بفتح الظاهرة بجر ظاهرة إن لقى أركم مركب لكن هذا بالحركات وإعراب الفرعية فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء قاعدة هي وقاعدة أساسية ربا أرضي والله بمركا إنه حفتيه فهمنا تطبيق بين قسمين دون مركا أمثلة أمثلة صاليال بين كبحين دون خاصة الحالة الرفعة الحالة الجذالك الأسماء خمسة أجذل عراب مركا فضت الكريم الكريم أبو سعي أبو مصعب أبو مصعب الكريم سقوادها ومبتدا أبو وخبرك أبو وخبر مرفوع لكن محفوظ قضيها خبر مرفوع مرفوع بالواو لماذا؟ لأنه اسم من أسماء الخمسة أبو مضاف مصعب مضاف إليه شروط أي نقول لك نمرك كرادي أبو مركب كباد ومفرد ثانيا ومضاف ثالثا ومضاف الى غير ياء متكلم ومصعب با مضاف اليه امك اما ابي ما امك ثانيا سافر اخوه سافر وفعل ماضي فعل محبه هي فاعل محبه هي فاعل كل حركه محبه هي وانه قدنا سافر اخوه اخوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من أسماء الخمسة أخو مضاف والها مضاف إليه شروط مر لبات كرادي أخو ومفرد أخو ومضاف أخو ضمير باء مضاف إليه ومضاف إلى غير ياء متكلم شروط داي وأساسي هذه أخ أخوان أي نقطة مثنى تجدونه أخوات جمع بسكة تجدونه مك هذه أساس كل نقطة كان حموك كان حموك كريما كان معروفة كان ترفع الاسم وتنصب الخبر حموك اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه اسم من أسماء الخمسة حمو مضاف والكاف مضاف إليه شروط دي مر لبات كتيري حم هو مفرد حم هو مضاف حم هو مضاف إلى غيري يا أي متكلم مرقى شروط دي واكو عضها ثالثا إن محمدا ذو خلق إن تنصب الاسم وترفع الخبر محمدا اسم إن منصوب ذو وهو محل شاهدك ذو خبر إن وخبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من أسماء الخمسة ذو مضاف خلق مضاف إليه شروط مرلبات ذو ومفرد ذو ومضاف
ذو مضاف إلى غير ياء متكلم. ذو بمعنى الصاحب، ذو خلق يعني صاحب الخلق. سرود أنو دقني وإنه كهل نيذنا. فوكا نظيف، فوكا نظيف، فوكا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من أسماء الخمسة. فو مضاف والكاف مضاف إليه. شرودي مرلبات فو ومفرد، فو ومضاف، فو ومضاف إلى غير ياء متكلم. فو يعني وحا كفوق أمانو كتر ميمك ساسة شرودي مركا كوعتا مركا وحي حق مكتين أسماء دلي إن لقوق وضا محي بالواو أين كم من نقضان مجموعة دلي لا الأسماء الخمسة. حالة اسمك وحالة دي قدالك حين هل كاكو أرغني قاعدة دي كوبادو حيث الأسماء الخمسة يرفع بالواو في حالة النسب كردو مقعاتني ولا كردو بي مركا حالة النسب في حالة النسب. أمثلة الطاعة سعد أباه، أطاع فعل ماضي، سعد فاعل، أباه مفعول به منصوب وعلامة نسبه الألف، وعلامة نسبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة. أبا مضاف والها مضاف إليه، فأباه أولا هو مفردا، أباه مرة ثانية هو مضافا، أباه مرة ثالثة هو مضاف إلى غير ياء متكلم، ولذلك يستحق أن يكون من مجموعة أسماء الخمسة وهو منصوب الآن وعلامة نسبه الألف كما درسنا القاعدة العربية في الأسماء الخمسة. ثانيا كان القادم أخا فهد، كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وترفع تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان وفعل الذي نسخه يبقى الجملة يعني اسمي مبتدي خبر كان القادم واسم كان وانا مرفوع، لكن ليش أنا شدنا وأخا أها واسم كان منصوب وعلامة نسبه الألف لأنه اسم من أسماء الخمس. أخا مضاف وفهد مضاف إليه، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، فأخ هو مفرد، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، فأخ مضاف وفهد مضاف إليه، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة إلى غير ياء متكلم. ففهد ليس من ياء متكلم، أخا فهد. خبر كان منصوب، رواني هل خبر كان منصوبا. إن حماك، إن حماك كريم، اسم إن منصوب، اسم إن منصوب، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، هي عكس كان. حماك اسم إن منصوب وعلامة نسبه الألف لأنه اسم من أسماء الخمسة. حما مضاف والكاف مضاف إليه، فالحم هو مفرد من شروط الأسماء الخمسة، الحم مفرد والحم هو مضاف، والحم مضاف إلى غير ياء متكلم. إن حم إن حماك، حماك اسم إن منصوب وعلامة نسبه الألف لأنه اسم من أسماء الخمسة. كان الرائد ذا مال، كان ترفع الاسم وتنسب الخبر. الرائد اسم كان مرفوع، ذا فالمحل شاهدنا ذا، ذا خبر كان منصوب
وعلامة نسبه الألف، لأنه اسم من أسماء الخمس، ذا مضاف مال مضاف إليه، وقد توفرت شروط الأسماء الخمس، فمنها ذا هي مفردة، ثانيا ذا هي مضافة، ثالثا ذا مضافة إلى غيره أي متكلم ذا، وذا بمعنى الصاحب. أغلق أحمد فاه، فاه ومفعول به منصوب، أغلق فعل ماضي، أحمد فاعل، فاه فاه هو مفعول به منصوب، وعلامة نسبه الألف لأنه اسم من أسماء الخمسة، فاه شروط أسماء الخمسة، فاه ما نكرر هذه اتبعوا إنه علينا، فاه أولا هي فا مفردة، فاه مرة ثانية هي مضافة، فاه هي مضافة إلى غيره متكلم، وفي ما معناه وفاه هذا سبق مضافة، فاه وحي كيف أما ابتعدت الميم فمك لما أرمك، فهذا في حالة النسب. فالأسماء الخمسة كما درسنا ترفع بالواو كما وضحنا في الأمثلة، فالأسماء الخمسة تنصب بالألف، تنصب بالألف. أمثلة في حالة الجر، أمثلة في الحالة الجر، أسماء الخمسة محل جري دون مكة محل جوه صربي حصارغني. الأسماء الخمسة رفعت بالواو ونسبت بالألف ويجر هنا بالياء، بالياء في حالة الجر. ما اسم مجرور هن أرقنا مركة وحمرك الجري علامات يحجر لك هنا، نظرت أو نظرت إلى أبيك، نظرت فعل وفاعل، إلى وحرف جر، أبيك أبيك إلى حرف جر، أبيك اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء، لماذا؟ لأنه اسم من أسماء الخمس، أبي مضاف والكاف مضاف إليه، صحيح إن بان صعديني إلى وحرف جر أبي، أبي أولا وهي مفردة أبي، ثانيا مضافة، ثالثا مضافة إلى غير ياء متكلم أبي كاف كمضاف إليه، مضافة مضاف إليه مجرور يضعان هنا مضاف إليه مجرور، لا تعتمد في تصليح سيادتك على ميكانيك غير ذي خبرة، غير ذي خبرة محل شاهد كانوا شيئا ما شهر نواتا غير أصل كاسا يظهر أصار دقناي مثنها بك أصار دقنا استثناء أصار قاضناي غير وح كذب به وبالجراب مرول بعض غير مقع كذب به ومجرور دائما غير مضاف ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لماذا؟ لأنه اسم من أسماء الخمسة غير ذي خبرة ذي مضاف وخبرة مضاف إليه مركب ذي ومضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور ذي مكان شروط أولا هي مفردة ثانيا هي مضافة ثالثا مضافة إلى غير ياء متكلم ثالثا ذي بمعنى صاحب خبرة أنا شروط الأسماء الخمسة وأي قبل قويسة مركب ولذلك تستحق أن تكون من مجموعة من أسماء الخمسة. الاسم المجرور سلمت على حميك، سلمت على حميك، سلمت فعل وفاعل على حرف جر، حميك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه اسم من أسماء الخمس، اسم مجرور. أعن بفيك، أعن بفيك، أعن
ها اعتني 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 بفيك بفيك الباء حرف جر فيك اسم مجرور بفي ب وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمس بفيك بعض حرف جر فينا واسم مجرور مكة شروط دينا يكون عضه مضاف إليه مجرور مرة ثانية اعد كل ذي حق حقه كل مضاف ذي كل مضاف ذي مضاف إليه مجرور وعلى متجره الياء لأنه اسم من أسماء الخمسة وإلى هنا ينتهي درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.